اليوم الاثنين اشت الايام تجري. الله قلت لكم باقي ابراهيمين بس ما تصدقوني. والله انا الصراحه ما كنت اتوقع. قلت لكم باقي ابراهيم جاي واللي عقبه. كنت اتوقع واحد يا اخي، يعني متسابقين الاخير لو رجعوا مثلا ما يمديهم يرجعون قبل ابراهيم، بعد اخر ابراهيم. ها انا اقول مستحيل. انا ما براجعين. لا لا بيرجعون بس مستحيل ان البرايمات يعني يكون البرايم الجاي والثاني بعده على طول. لا انا متوقع بيحطون بينها فاصل. نفسه سبت بيحطون فاصله بينها، يعني بيحطون اسبوع بينها فاصله. ما في يا ابو حسن ابدا، ما في دحين، ما بقى الا 19 يوم على البرنامج كافه. على البرنامج كافه 19 وانت في بدايه الاسبوع، يعني باقي وراك ثلوث ربوع خميس جمعه سبت، خمسة ايام من ال 15 يبقى 14 اطرح اسبوع يبقى 6 ايام. علمتك باقي اسبوعين يا الغالي، يعني باقي اسبوعين غير البرايم. باقي اسبوعين للبرايم واسبوع صل على النبي. ثلث ربع خميس جمعه سبت حلو، برايم برايم خلاص الاحد اثنين ثلث ربع خميس بس وقف. هذه برا باقي برايم ثاني. اي هذه برا بنكون في ذي جمعه سبت اللي هو البرايم الثاني صح ولا؟ البرايم الثاني بنكون فيه برا 12 يوم ذا الحين 12 والسبت الأحد اثنين ثلاث ربع خميس جمعة سبت سبت نفس برايم، يعني سبع أيام بعد البرايم الثاني. يعني أنا أقول بيحطون بينها سبع أيام فاصلة. شوف حاد بيطلعون بيردون الجميع ما أدري، ممكن كل شيء وارد. الله يجملنا يا جون الأجناب. مجمل يا أبوه. الحين انا بياكل تدري الربع ورا محطوه انا ترى